رجل الثلج. لكن رغم أن الجميع بحثوا عنه، لم يعثر أي شخص على الكائن الغامض المسمى الرجل الثلجي المخيف. كل ما وجدوه آثاراً لأقدام ضخمة في الجليد. هذا مذهل. إذن لم يرى أحد هذا الرجل الثلجي المخيف؟ أبداً. انظروا، هناك آثار أقدام كبيرة غامضة، سوف أتتبعها. استمتع وعد إلي وأخبرني إن وجدت أي شيء. آرتشي، هل أنت بخير؟ أنا لم أرى الجليد من قبل، أنا آت من بلد حار. يعجبني الجليد، لكن انظري، أنا أشعر بالبرد وأصبح لوني أزرق. ارتدي هذه، سوف تدفئك. هذا أفضل، أشكرك. ماذا ستفعلون في هذا الجو الآن؟ أياً كان ما ستفعلونه فإنني سوف أتفوق فيه. كرات ثلج. نتزلج، نتزحلق، نمسك الثلج. رجل الثلج؟ أنا أصنع أجمل رجل ثلجي في العالم. انظروا. ليس سيئاً، لكن أظن أنني سأكون أفضل منها. يا للروعة! انتظروا، سأجرب مرة أخرى. ربما لا يمكنك أن تجيد لعبة رجل الثلج. تعال معي، سوف نحاول عمل شيء آخر. سآتي معكم. وأنا! وأنا أيضاً! سأنتظر هنا مع بينون. أراكم لاحقاً. أهناك آثار أقدام أخرى؟ لابد أنني أتبع رجلي ثلج مخيفين. يا بينون، أعتقد أنك تتبع آثار أقدامك. أجل، يا لسذاجتي، هيا نبحث معا يا روزي، هل لا تساعدينني؟ أجل، يسعدني هذا. أظن أننا سنبدأ بهذا الاتجاه. حظاً سعيداً. وداعاً يا فكري. بينون وروزي الباحثان العظيمان عن الرجل الثلجي. آثار أقدام أخرى، وهذه المرة هي ليست آثار قدمي بالتأكيد. آرتشي، أنت لست الرجل الثلجي المخيف. كلا، فقط أتدرب على صنع رجل الثلج. يا آرتشي، تعال، نحن في انتظارك. أعتقد أنني سأكون أفضل في اللعبة التالية على الجليد. ها، وداعا. أين نذهب الآن؟ أظن في هذا الاتجاه. الآن لدي شعور طيب تجاه هذا التزلج. سهل للغاية، راقبني. ها أنت مستعد يا آرتشي؟ هيا انطلق. أجل، ليس سيئا، لكن راقبوني. آرتشي، هل أنت بخير؟ أنا لم أتأذى، لكن ربما لا أجيد هذه اللعبة أيضاً. لا تقلق يا آرتشي، أعرف لعبة أخرى على الجليد لتجربها. سباق على الجليد؟ سأتفوق في هذه اللعبة بالتأكيد. سنرى إن كان هذا صحيحاً. على الخط، استعداد، انطلق. كنت سأقول أن انطلق. حسناً يا آرتشي، أنت لست بارعاً في التزلج، لكن ماذا عن صنع رجل ثلجي؟ هو أجل، سوف أصنع أكبر رجل ثلجي في العالم. لا أظن أنني سأجد يوماً ما الرجل الثلجي المخيف. ربما كان مجرد شخصية خيالية مثل ما قال لنا فكري. والآن دعوني أقدم لكم أكبر رجل جليد سترونه في حياتكم. شديد البياض،
هذا صحيح، إنه فقط ليس ضخماً بما يكفي. انظر. هذا يكفي، خسرت مجدداً. لا يمكنني أن أجيد أي لعبة ثلجية. هاي، توقف. هل أنت بخير يا آرتشي؟ نعم، أشكرك. بينون، تبدو مثل رجل ثلجي عملاق. هذا صحيح. انتظر، دعني أفعل هذا. من هذا الذي يصعد التل؟ ربما لم أجد الرجل الثلجي المخيف، لكن انظر، أنا الدب الثلجي العملاق المخيف. كما أنني في نهاية الأمر صنعت أكبر رجل ثلجي. أنت محق يا آرتشي. إنه بارد جداً أن تكون الدب الثلجي العملاق المخيف، لكنه أمر شهي. أتبحث عن شيء يا رومبا؟ أثار أقدامي ديناصور، وبعضهم يطير أيضاً. أرأيتم أياً منها؟ لا، بالتأكيد. من هذا؟ ديناصور مجنح، كان يعيش في العصور القديمة. لا يعجبني شكله نهائياً. أين ريشه يا ترى؟ فليتسابق معي، لا فرصة لديه. هيا يا رومبا، أحتاجك على الأرجوحة. آسف يا كرز، أنا أصطاد الديناصورات. أنت تصطاد ماذا؟ ديناصورات. أرجوكم التزموا الهدوء، لا أريدهم أن يعرفوا أني آت. هذا أكثر شيء سمعته مضحك. ما المضحك في الأمر؟ لم يعد هناك أي ديناصورات. كلها اختفت من ملايين السنين. ماذا؟ هذا صحيح، لم يعد هناك ديناصورات منذ زمن بعيد، حتى وأنا حبة بلوط. ربما لا يمكن أن نجد ديناصوراً حياً، لكن يمكننا البحث عن هيكل ديناصور. إنها عظمة ديناصور. رائع، مستحيل. رومبا، لقد نجحنا. هيا لنخبر الجميع يا كرز. رومبا. بلبلة، لن تصدقي ماذا وجدنا. لم أرى أي شيء أقدم مني من قبل. يمكنك أن تلمسها إن أردت. رومبا، كرز أخبرنا عن عظمة الديناصور، هل نستطيع رؤيتها؟ لكني أريد أن تروها بشكل لائق. ماذا تقصد؟ انبهروا، اندهشوا ولا تتأخروا، تعالوا وزوروا متحف ديناصور رومبا. رائع. هذه العظمة كانت في الأرض لآلاف بل لملايين السنين، حتى قمت أنا وكرز بإخراجها سوياً. رائع. نعم، ربما هي لأحد هؤلاء الديناصورات. كلا، في الواقع هي لهذا الديناصور الضخم. بينون، لابد أنك متحمس، فالعظمة كانت في حديقتك. لكن إنها ليست عظمة ديناصور يا روزي. ماذا؟ لا أدري كيف أخبر رومبا بالحقيقة، لا أريد أن أخيب أمله. آسف يا رومبا، لكن ما وجدته ليس سوى ذراع جروف القديم. كنت أعرف هذا من البداية. لا بأس يا رومبا، إن لم تكن هذه عظمة ديناصور حقيقية فلتبحث عن واحدة.
ها أنت ذا. واو، ماذا يحدث؟ انتظر هنا. أوه، هذا التنكر ليس سيئاً، بارع كتنكري. لكن ألست غاضباً لأننا قد فاجأناك؟ غاضب؟ كل ما أردته طوال اليوم هو أن نحظى كلنا ببعض المرح. هذا رائع. أي نوع من المرح؟ لدي لعبة جيدة لتلعبها. رومبا، مستعد لصيد الديناصورات؟ الشجر جاهز يا روزي. أحسنت يا لين. ديناصورات، استعداد؟ انطلق. أها، تبدو هذه منطقة ديناصورات. نعم، رأيت واحداً. حسناً، لكن التالي لي. تحذير، احذروا من الديناصورات. أنا رأيتهم جميعاً، أشرس وأسرع ديناصورات في العالم. أحسنت يا رومبا. أنا بالتأكيد صائد ديناصورات أفضل منك يا روزي. أنا أسرع وأحد بصراً، كما أنني أهدأ حين أريد التسلل. واو! احترس من الديناصورة روزي يا رومبا. أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا، شكراً يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسناً، دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعاً كالأسد، فمشى مسافة طويلة جداً عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قارباً صغيراً فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي، ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. حسناً، نعم، وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج، وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة، فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها. سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم، مؤسف. أهلا قرز، أهلا بينون. لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعاً كالأسد. بعدها ما
من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقياً، حكاية مؤلفة. أوه، أنا أحب الحكايات. أكمل يا رومبا. صنعت لك مزلاجاً يا بينون كي نتزلج معاً. شكراً. أوه، لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضاً. أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة، وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضاً. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم، فكرة رائعة. لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين. أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسناً، سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكراً يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة ثم هناك تغيير في الخطة. حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكراً لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر والبومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي.